ترسيخا لأطر التعاون بين شتى القطاعات لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، بدأت في مسقط أعمال مختبر تقييم جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بتنظيم من شركة هيدروجين عمان هيدروم، وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ووزارة الطاقة والمعادن. ويسعى المختبر إلى الوقوف على جاهزية القطاعات الداعمة في 5 مرتكزات أساسية، سيجري من خلالها تقييم البنية الأساسية الوطنية ورسم خارطة طريق لتطوير قطاع هيدروجين تنافسي ومستدام في سلطنة عمان. المحاور الأساسية اللي راح يتطرق لها المختبر خلال 9 أيام القادمة بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية و16 أو 17 جهة خاصة سواء كانت عسكرية أو مدنية، وأكثر من 170 أو أكثر من 127 مشارك في هذه الورشة خلال 9 أيام القادمة إن شاء الله. قطاع الهيدروجين الأخضر بالكامل ومعرفة التحديات اللي تم التطرق لها خلال 9 أيام القادمة إن شاء الله، راح يتم دراسة هذه التحديات، كل تحدي لحدة، ومعرفة الحلول اللي بالإمكان أن نطلع لها وإيش هي التوصيات اللي ممكن يطلع لها المختبر، بحيث أن نقوم بحلحلة هذه التحديات أو على الأقل وضع خارطة الطريق لجاهزية تنفيذ هذه المشاريع خلال السنوات المقبلة. ويتمحور المرتكز الأول حول قطاع المقاولين وتقييم جاهزيته، فيما يتناول المرتكز الثاني قطاع القوى العاملة والمتطلبات الحالية والمستقبلية، أما الثالث فيتعلق بقطاع التصاريح والاشتراطات، والرابع حول متطلبات البنية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للقطاع اللوجستي. ويناقش المرتكز الخامس المحتوى المحلي والفرص المتاحة من القطاعات الداعمة. الهدف من هذا المختبر هو تحديد جاهزية سلطنة عمان لاستقطاب هذا القطاع والعمل في هذا القطاع. نتطرق إلى 5 محاور أساسية. المحور الأول هو محور التصاريح، إيش هي الجهات الحكومية والغير حكومية اللي محتاج أنها تصدر تصاريح للأعمال اللي راح تكون مطلوبة في قطاع الهيدروجين الأخضر، ومن ثم طبعا نحاول مواءمة هذه التصاريح، معرفة التصاريح الضرورية من التصاريح اللي ربما مستعدين نستغنى عنها. هل التصاريح هذه فردية لكل مشروع ولكل عمل، أو تصاريح تكون عامة بحيث أنه يمكن تنفيذ الأعمال من خلال مظلة تصريح واحد. ننتقل بعد كذا طبعا إلى جاهزية القطاع اللوجستي، عملية الاستيراد، عملية النقل المحلي، إيش هي الممكنات، إيش الأشياء المطلوبة. طبعا الورشة الأولى كانت أو الحلقة العمل الأولى كانت متمحورة في 4 مرتكزات، هي مرتكز المقاولين والقطاع اللوجستي والقوى العاملة والتصاريح والاشتراطات. ثم بعد ذلك اللجنة التسييرية الموكلة بالإشراف لجهاز القطاع اللي الأخرى أضافت محتوى آخر أو مرتكز آخر هو المحتوى المحلي. فالمختبر بيناقش هذه 5 المحاور في المدار الأيام الأسبوعين القادمين. فالأسبوع الأول بيناقش كل مرتكز مرتكزات، ما هي التحديات، ما هو التقييم الحالي الجاهزية طبعا لكل قطاع، ما هي الحلول الممكنة طبعا لهذه التحديات. هذا وياتي المختبر لتعزيز مكانة سلطنة عمان وتنافسيتها عالميا في قطاع الهيدروجين الأخضر، توظيفا لمقوماتها الطبيعية والجغرافية والسياسية والبشرية، وكذلك الوقوف على جميع جوانب القطاعات ذات العلاقة وحلحلة التحديات وإيجاد فرص اقتصادية موائمة مع برامج التنويع الاقتصادي بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني.